كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خطة لتحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي وشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة ملتزمة بتوفير الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن وعشان كده يمكن إحنا طرحنا إن عشان نأكد أن وجهة نظر الدولة وتوجه الدولة هو استمرار الدعم إن احنا نبدأ نطرح للحوار الوطني والحوار المجتمعي فكرة التحول لدعم نقدي. لأن كل الخبراء اللي سألتهم وبعض معاهم وبقعد أستمع إليهم أنا بتكلم على خبراء اقتصاديين، كله بيؤكد إن لا سبيل علشان نضمن استدامة هذه المنظومة ووصولها فعلا لمستحقيها إن يكون هذا الموضوع يتحول بدل ما هو دعم عيني إلى دعم نقدي. تستفيد منه الأسر المصرية المستحقة لهذا الدعم. وعشان كده تاني أنا بأكد من خلال هذا المؤتمر إن إحنا فعلاً يعني بنوجه الدعوة للحوار آلية الحوار الوطني وكل الخبراء إن يبدأوا فعلاً في مناقشات جادة جداً بتضع خطة واضحة جداً للدولة وللحكومة كيفية التحول إذا ثبت جدوى هذا الموضوع كيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العين علشان هو ده السبيل الوحيد فعلاً إن يبقى فيه مبلغ مناسب جدا للأسر المستحقة تقدر كل رب أسرة يشوف ما هو أولوياته ويستفيد من هذا الدعم بهذه الطريقة وتاني بأكد الرقم ده مش هيبقى ثابت بالعكس هيبقى هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم بزيادة بعض الأسعار العالمية تمكن الدولة إنها كل شوية تقدر تزود الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يفضل المواطن مستفيد بالدعم ده ما يتحولش مع مرور الوقت إنه يبقى رقم قليل فعشان كده مره اخرى باكد ان شاء الله احنا بنستهدف ان نصل الى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهايه هذا العام او بنهايه هذا العام اذا تم اقراره من كل هذه الاليات للحوار المجتمعي والحوار الوطني والخبراء نضع معا خطه تنفيذيه بحيث نبدا فعلا التطبيق الفعلي ليه ان شاء الله اعتبارا من موازنه 25 26